عدنا لكم من جديد الأعزاء جميعاً، نستعرض وإياكم الفقرة الثانية لحلقة اليوم. تفاصيل كثيرة نريد أن نعرفها، وخاصة لهؤلاء الأمراض الذين يعانون الأمرين، الوضع الاقتصادي والوضع الصحي المتدهور. خلونا نتابع مع بعضنا البعض الحالة الثانية، خليكم معنا. ليس الخير في العظمة، بل العظمة في الخير، ومن يفعل الخير يغنم. لهذا نضع دائماً بين أيديكم في سنابل الخير قصص من يحتاجون لوقوفنا جميعاً معهم. وياسين من أبناء مدينة دمار أحد هؤلاء. أنا اسمي ياسين النانج، ياسين حسين النانج. مش كفر لما أنا كنت مخزن أنا وي، وخرجنا أنا وي من العرس وجالسين أنا وي، ما دريت لحن بزلالي البندق. ما قد صابتنيش، عادوا شرع يصابتني ويقرحت. دخلت من هنا انكسرتي وخرجت من قفاي، عورت لي المفصلة دي ماسك رجلي كلها. ما هم قالوا هنا ما بش عملية ما بلا في صنعاء. سافرت صنعاء، وصلت لباب المستشفى ودخلت في غيبوبة. مع ذهنت لو أنا داخل العناية مركزة، فعلوا لي العملية الأولى مسامير. فعلوا لي مسامير الأولى. فعلوا لي الأولى مسامير والثانية فعلوا لي صفايح، عدم فيني ذهن الصفايح. ياسين شاب تحمل مسؤولية أفراد أسرته بعد رحيل والديه ليصبح العائل الوحيد لهم. عاش باقتناع بما كتبه الله له من رزق، حتى فاجأه القدر بحادث غير متوقع، حيث تعرض لطلق ناري عن طريق الخطأ قبل عامين من الآن، ومن ذلك الحين يعيش مع معاناته. أنا أخت ياسين حسين النعيم. ياسين كان مع صاحبه وخرج هو وكونه بالغلط. كأول ما في البداية بدأنا احنا ودينا الزلط من عندنا وهم بعدت من عندهم، حتى تقولها الأولى العملية الأولى وقعت في حدودنا 3 مليون، وبعدها حتى تقولها العملية الثانية سنة فترة، وبعدها فعلوا لها العملية الثانية ركبوا له صفايح. بس الحين في العملية الثانية وقعت الصفايح، نهاية العملية الصفايح وخلاص نزلوا من جهة بيت الذي تصوبه صاحبه، ومن صلينا احنا وذي تسخروا لها الناس ومن فعلين الخير. طيب تمام، تحين العملية هذه ايش يشتو الحين الان يشتو العملية الثالثة، يركبوا لها المفصل، يركبوا له مفصل صناعي. يعني المفصل الصناعي لحاله يشتي له مبلغ، والعملية حق الدكتور وحق المستشفى الحالات يشتي لها مبلغ. احنا ما مش معنا ماشي حالتنا المادية يعني متيسرة، احنا مستأجرين في نفس الوقت اخواتي طالبين الله في اعمال حرة، يعني ما بش واحد مننا موظف ومقتدر. ما بش كل واحد متزوج كل واحد مستور في حال في قدر اتجزع يومه. اصيب ياسين في اعلى الفخذ وحاول علاجها اكثر من مرة، الا ان حالته الصحية تزداد سوءا يوما بعد اخر، حيث باعت أسرته كل ما تملك من أجل العلاج لكن دون فائدة. أنا علي محمد الضياني، جار الأخ ياسين حسين النعيم الذي تعرض أثر إصابة في رجله أثرت له إلى انعدام المفصل، والآن رجله معلقة بحيث انه لا يقدر لا يمشي عليها ولا يقدر يدعس، فهو الان اضطر انه يعمل عمليه. بس العمليه كلفتها 4 مليون وشويه هكذا، يعني مع الرقود مع العلاجات مع والوضع الانساني حقه ما يسمحش، يعني وحالته واسرته ما يسمحش انه معاهم هذا المبلغ ما بش. فهم محتاجين انهم من فاعلين الخير انهم يساعدوهم بالمبالغ المطلوبة. ياسين النعيم له 2 وشهرين لا حتى الآن، وما قدر يفعل العملية لأنه ما بش معه، وحالته وحالة أسرته ما تسمحش.
ومستأجرين، وأمه ووالدته ووالده قد توفوا. طبعا هو كبير الأسرة، شاقي على أسرة وما بيش معه، وفي حالة ما تسمحش. الناس تفاعلين الخير أن يلتفتوا لهذه الحالات، لأنه ما زال شاب ولده طموح كبيرة، طموحات كبيرة، وهم مستأجرين. والرجال بالأخص أنه عمله حلاق وطول اليوم واقف، يعني ضروري أنه محتاج لهذه العملية بحيث أنه يقدر يشكى على أسرته. عكازين اثنين لا يفارقانه، وألم يعذبه ليل نهار، خطر يهدد قدمه بالبتر، وأمل بإمكانية علاجه مما فيه بعملية تقدر ب5 ملايين ريال، المبلغ الذي يعجز عن توفيره وهو في هذا الوضع الصحي. أنا بين عول أخوتي وأسرتي كاملة، وبين أخيط بدي الله بدي رزقي في الخياط وهذا، وبين أفعل عمل يعني في البيت كود. إحنا بالإيجار بالمصرفة يعني ما بش نحنا نقدر نرفع العملية أو اللي فعل الواحد المستقبل. أنا لي أخي له 2 سنين و9 أشهر هكذا حوالي، ما بيسترش من حين يعني من حين تصوب ما يسترش يسنب عمله، إنه يجس عمله ما يفعل عمل إلا هو مسنب، ما يسترش يفعل، وهو بيعوا لنا مع بيعوا لأسرتنا. هو رسالتي الذي بيشاهدونا وفاعلين الخير إنهم يشوفوا أخي هذا كأخ لهم أو ابنهم، إنه يعني ضاع مستقبله في الزوة، وإحنا وهو كفيلنا، وإحنا أسرة ما بل إحنا الأخوة، لا أب ولا أم معنا، كل واحد يكاتف الثاني في البيت، يعني ما حد يلا. وشي ده إحنا عملية ما تكلف ل4 مليون. ليش ما عملتها؟ الحالة ما تسمحش الحالة معي، محتاج دحين 4 مليون كذلك 2 سنين وأكثر، وبدأت تخز علي دحين شي عملية لو ما فعلهاش عتخز علي وقدموها 3000 دولار حق المفصل، وعملية 1.5 مليون حق العملية، ومستلزمات 1.2 مليون، هتكلف العملية كلها 4 مليون يمني. أتمنى دي بيشوفني يفعل خير يساعدني. على الرقم 7-1-8-0-9-5-3-9 7-1-8-0-9-5-3-9. أنين ياسين يصل اليوم إلى مسامعكم، وألمه الممتد إلى أفراد أسرته يتشاركونه معكم، أملاً بالعلاج وإنقاذ حياته من خطر يهدده في ظل وضع اقتصادي متردي وألم فظيع لا مفر له. أعزائي المشاهدين، يتعافى الإنسان بالكلمة الطيبة والخير الذي تقدمه، ونحن هنا في برنامج سنابل الخير نحاول أن نعرض لكم الحالات التي في أمس الحاجة للدعم والمساعدة من خلال التواصل معهم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إذن نحن هنا قد انتهينا من مشوار حلقة اليوم، أتمنى أن أراكم في الأسبوع المقبل وقصص إنسانية أخرى. أستودعكم الله.